الاخيره بين الاهلي والزمالك بسبب مشاركه سيف فاروق جعفر، وهقول لكم الحدوته القصه كده في ثواني. سيف فاروق جعفر شارك مع الزمالك في مباراه الجيش، تمام. النادي الاهلي بعت شكوى لاتحاد الكره بيطالب باحتساب نتيجه المباراه للجيش واعتبار الزمالك خاسرا بسبب اشراكه سيف فاروق جعفر. الاهلي استند، قال لك لائحه لجنه المسابقات بتقول وبتنص انه في حاله ايقاف لاعب عدد من المباريات يتم تطبيق العقوبه على مباريات نفس المسابقه التي يشارك فيها، وفي حاله انتهاء المسابقه يتم استئناف العقوبه على المسابقه التي تليها او التي تم تصعيد اللاعب اليها. ده الاهلي بعت قال كده، وقال لك مسابقه 99 ما زالت مستمره استنادا الى قرار اتحاد الكره باقامه مباراه فاصله بين الاهلي والزمالك 26 مايو القادم، فالبطوله لسه شغاله. اذا العقوبه الثمان ماتشات اللي توقفهم بعد مباراه الاهلي والزمالك مواليد 99 هتسري لسه بدايه من المباراه الفاصله. ده رد النادي الاهلي وشكواه بتفاصيلها بالملخص علشان اللي مش عارف القصه. رد الزمالك قال لك والله اهو جواب رسمي من اتحاد الكره باحقيه اللاعبين الموقفين 8 ماتشات في المشاركه مع نادي الزمالك، مشكلتكم مع اتحاد الكره على مسؤوليتي في طريقه لاصدار قرار ومخاطبه النادي الاهلي برفض شكواه واعلان احقيه الزمالك او قانونيه اشراك سيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك هو واللاعبين الموقوفين، وهيقولوا كده ان القرار او العقوبه تم تطبيقها على جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكره. مع الفريق الاول عدينا له 8 ماتشات مع الفريق الاول وعدوا ويشارك ويحق للمشاركه في اي مباراه، ده على مسؤوليتي. الخطاب ده بيتجهز في اتحاد الكره ورايح النادي الاهلي. النادي الاهلي قال لك خلاص احنا هنصعد لجنه تظلمات، بعد كده استئناف، بعد كده للفيفا. المعلومه اللي عندي وعلى مسؤوليتي اتحاد الكره وزاره الشباب والرياضه ممثله في الدكتور اشرف صبحي بيتواصل مع الكابتن محمود الخطيب بشكل ودي، نقفل الملف نظرا للاحداث الحاليه ويعني الشكوى والتصعيد والامور والظروف رحيل اللجنه وتعيين لجنه اخرى لنادي الزمالك وقرار اتحاد الكره. واعتقد ان الكابتن محمود الخطيب رغم الشكوى الرسميه والبيان قد يستجيب لطلب الوزير اشرف صبحي ويغلق ملف الشكوى ضد نادي الزمالك وازمه سيف فاروق جعفر ونادي الجيش. احمد توفيق، فاكرين انفرادنا؟ برافو عليكم. احمد توفيق جوكر نادي بيراميدز، هينتهي عقده مع بيراميدز خلاص بنهايه الموسم الحالي، وقال لهم مش هجدد. والد احمد توفيق واحمد توفيق تواصلوا مع مسؤولين الاهلي منذ فتره للانضمام للنادي الاهلي. علاقه والد احمد توفيق الحاج توفيق بمسؤولين الاهلي ممتازه جدا، كان ليه موقف كده في صفقه اكرم توفيق وهو اللي حسم الصفقه مع مسؤولين انبي. كان الزمالك داخل في عرض وكان عنده عرض، قال لك ابني هيلعب في الاهلي ورجح الصفقه، فبدا يتكلم ان احمد توفيق لسه قدامه فتره يلعب والاهلي محتاجه كظهير ايمن وكديفندر، وقال لك ابداء لحسن النيه وان اللاعب رغبته النادي الاهلي ما فيش مشكله انه يمضي على بياض، والنادي الاهلي قدر يحط المبلغ اللي هو عايزه زي ما حصل مع اكرم اخوه، وانه مش هيشترط مقابل مادي. ومن هنا النادي الاهلي بيدرس ملف احمد توفيق والتعاقد معاه مجانا. واحد هيقول لي